89,000 هكتار من الغطاء النباتي أتلفتها ألسنة اللهب عبر أكثر من 1000 بؤرة حريق سجلت خلال الفترة الأخيرة ب 35 ولاية. كثير من الفلاحين تضرروا جراء هذه الحرائق، وللتعويض عنهم تعكف اللجنة الوطنية التي نصبها رئيس الجمهورية على جرد الخسائر وتقييمها. بالنسبة للإحصاءات رانا أكثر من 70-80% في الأيام القليلة هذه، إن شاء الله نتمناو في الأيام القليلة يومين ثلاثة أيام يكون عندنا إحصاء نهائي وندخلوا في التعويض الفعلي لكل المتضررين ولكل الأضرار، خاصة على مستوى القطاع والنشاط الفلاحي. موازاة مع تعويض الفلاحين، تعمل مختلف القطاعات المعنية على التحضير لإطلاق حملة تشجير واسعة لتجديد الثروة الغابية بغطاء نباتي ذا قيمة اقتصادية وبيئية. كملنا كل المشاتل على مستوى الوطن، وعندنا اليوم ننجم نقول فيما يخص التشجير في الغابات أكثر من 20 مليون سجيرة. عندنا أكثر من 11 مليون سجيرة فيما يخص الفواكه. اليوم نصب ان كوميتي ناسيونال دو كورديناسيون دو لوبيراسيون دو روبوازمون باش تكون فيه اوبيراسيون اوتيل، تكون فيه متابعة، نعرفوا واش من ليسباس اللي تناسب ونغرسوا، واش هما لي بريوريتي، واش هما لي زيسباس اللي نجيبو. نتمنى اليوم نروحوا فير دي زيسباس، وربما يكونوا دي زيسباس اللي عندهم أثر اقتصادي كبير. رغم الخسائر الكبيرة التي تسببت فيها حرائق الغابات عبر عديد مناطق الوطن، إلا أن هناك إجراءات تقنية وعلمية ستدخل حيز التنفيذ لضمان تشجير مفيد ومستدام.